رأيتها في المنام أنا في بيتنا الطين القديم، أبوي يصرخ له لأبوه وكان هاميت لها كم من يوم بدأت ريحتها تظهر، صرخ خايم تعدى الرجلين، قلت أنا بكفيك وأمسك الجلد، ونزل معي بسهولة، نزل الأرض قلت برميها وانتهت الرؤيا. متى الرؤية؟ لها تقريبا شهر ذلك. الوالد موجود؟ إيه نعم. يمشي الوالد ولا لا؟ على مقعد. في سيارة باسمه؟ لا ما في. ما في سيارة باسمه؟ في واحدة نزلناها من اسمها، من شو اسمه من هذا اسمه؟ اللي يقول المركبة اللي جعلها إعفاء. متى؟ والله لها فترة يعني متى؟ شهرين مدري. خلاص وقعت هذه السيارة اللي نزلتوها. الله هذه سبحانه هي وتعالى، نعم، يقول كأي من دابة لا تحمل رزقها، قال وما من دابة، فالسيارة تدب واللبوة تدب، فكلها دابة وهذه دابة، وصرخها تخلص منها، كونها متعفنة معناته أن السيارة قديمة. اي والله مبطية خلاص وقعت الرؤية وانتهت. ابيض وجه. الله يحفظك. انت الله.